احتجاجية نظمتها جبهة الخلاص الوطني أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة، طبعا هذا بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان. الوقفة هذه طالبوا فيها كالعادة بإطلاق سراح الموقوفين المساجين السياسيين. هي المسيرة، هي مسيرة اليوم انطلقت من شارع الجمهورية حتى شارع الثورة حتى أمام المسرح البلدي، حيث تم إلقاء كلمات من قادة جبهة الخلاص الوطني عندها زوز مواضيع، زوز محاور أساسية. المحور الأولاني هو مناصرة الشعب الفلسطيني، مناصرة الحق الفلسطيني. المحور الثاني هو المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إطلاق سراح القادة السياسيين المعتقلين في سجون الانقلاب اللي هم من عائلات سياسية مختلفة بملفات فارغة وبتهم كبيرة. ونحن نعتبر اللي مكانهم الطبيعي ليس السجن، مكانهم الطبيعي هو بين عائلاتهم وأهليهم وأصدقائهم وإخوانهم ورفاقهم وبين شعبهم، ويستعيدوا مواقعهم ويقوموا بدورهم الوطني خاصة في هذا الظرف. أنا نقول اليوم معنا ما يجري منذ شهرين، قلت بالتمام والكمال في فلسطين، من المفروض أن يحرك الضمائر، كذلك يحرك الإرادة متاع الحكومات والأنظمة العربية أنها تفهم اللي راهو المستقبل للشعوب ولحرية الشعوب ولقضية الحرية والتحرر قضية واحدة وغير مفصولة. وبالتالي اللي هو يناصر حقيقة الشعب الفلسطيني والحق الفلسطيني عليه أن يبدأ أولا وكل شيء بمعنى ضمان الحريات للشعب، وراهي الشعوب الحرة قادرة على المقاومة، والشعوب الحرة قادرة على تحقيق النصر، والشعوب الحرة قادرة على أنها يعني تغير الموازين وتغير المعادلة. واليوم اللي صار في فلسطين والراو في ارتداداته على المستوى العالمي هو غير قواعد الاشتباك، قواعد المعركة، قواعد الحرب، ولكن أيضا سيؤثر في الجيوبوليتيك، سيؤثر في جيوبوليتيك المنطقة، سيؤثر في النظام العالمي، وستكون الكلمة بدون أدنى شك للشعوب. ثم جبهة أحرار عالمية اليوم معنا يعني متضامنة مع الحق الفلسطيني وتطالب بالعدالة وتطالب بإنهاء هذه المظلمة. وبالتالي احنا نعتبر انفسنا جزء من هذه الجبهة العالمية، جبهة الأحرار، واللي نطلبوه من شعبنا ومن الشعوب العربية والمسلمة انها تواصل الضغط حتى يستعيد الشعب حقه. ومن نعتبر اللي من مسؤولية معناها السلطة ومن واجبها ان تعجل بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وتعجل بفتح افق كذلك سياسي في البلاد، لان مكانهم كما قلت مش السجون، مكانهم هو ان يكونوا بين عائلاتهم واصدقائهم واهاليهم ويتم معناها يعني ويقوموا بواجبهم ودورهم الوطني. جبهة الخلاص الوطني والأحزاب المعارضة يقول لك أنه مسار رئيس الجمهورية قيس سعيد هو مسار استبدادي، يقول لك هناك ضرب للحقوق وضرب للحريات الفردية والحريات العامة. خلينا نذكر بأنه جبهة الخلاص تقريبا حوالي 30 تحرك احتجاجي قاموا به منذ بدأ عملية إيقاف السياسيين. هذا ما هوش حرية تعبير بمجرد الخروج للشارع ومعناتها المطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيين والتعبير بطريقتكم. طبعا شوف، هو رأي المعارضة مش جريمة، والمعارضة مش شعار، والمعارضة ضرورية وهي جزء من المعادلة السياسية الوطنية. ومعارضة اليوم هي ربما حكومة الغد، وأغلبية اليوم يمكن تكون أقلية الغد، ولكل دوره وكل واحد عنده الدور متاعه. جبهة الخلاص الوطني هي متموقعة في المعارضة، هي انحازت للشرعية وانحازت للدستور، معناها واعتبرت لقاء وصار 25 جويلية هو انقلاب على الدستور وخرق للدستور وانقلاب على الشرعية، وبالتالي هي متمسكة بموقفها هذاك وتناضل. وهي التزمت منذ اليوم الأول أن يكون عملها سلمي ومدني وعملها في إطار القانون. هناك مساحة ما زالت حائز عليها المعارضة، هو مكسب من مكاسب الثورة، مكسب تحقق بنضالات الأجيال. أعتقد أنه معنى السلطة ما استطاعتش لحد أنها تقضي على هذا المكسب، لكن هذا لا يمنع باللي هي اليوم هناك حكم فردي استبدادي في البلاد، هناك معنى ترذيل العمل الحزبي، هناك استبعاد للأحزاب، وهناك رفض للأجرام الوسيطة من أحزاب سياسية ومنظمات وطنية، وهناك تضييق على الحريات، وهناك معتقلين سياسيين بقضايا قلنا ملفقة. وقال محمد عبد المرة أخرى أصلا هي ماهيش حتى ملفات أصلا. فمثل ما أن هناك حقيقة للمعارضة تتحرك في الشارع وقاعدة منها توصل صوتها وتتحرك بدون أدنى شك، وهذا نعتبره قلتيه من مكاسب الثورة، هناك حقيقة أخرى
اللي ايضا اللي بسبب تدوينه بسبب موقف بسبب معنا موقف سياسي بسبب نشاط سياسي ثم عديد من القاده السياسيين والمناضلين والنشطاء اليوم موجودين رهن الاعتقال، وبالتالي ما على المسار القضائي هذا الا انه معنا يعطي ثماره الان بانه ننهي نغلق هذه الملفات ويستعيد هؤلاء حريتهم، والبلاد تحتاج الى كل ابنائها وتحتاج الى كل معنا تحتاج الى التونسيين والتونسيات، راهم اولاد البلاد ما ماشي غرباء، راهم مواطنين معناها يلزم يكون مواطنتهم كاملة غير منقوصة. وكما قلت المعارضة ما هيش جريمة ولا عيب بل هي مسؤولية وهي موقف مسؤول، وإجابة الخلاص الوطني هي من هذا المنطلق مثل ما تدافع عن هي تدافع عن الحريات وعن حقوق الإنسان، واليوم أصلا هو الوقف هذه في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أيضا تدافع على عودة الديمقراطية وتدافع على انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، تدافع على استقلالية القضاء، تدافع على الفصل بين السلطات، تدافع على أن يكون كل السلطات خاضعة للرقابة، وتدافع على إصلاحات معناها كبرى تمس جميع المجالات من في ذلك المجال الاقتصادي والمالي والإصلاحات اللي هي تتراعى فيها المصلحة العليا للبلاد. فأعتقد اللي من هالمنطلق هذا يجي تحركات جبهة الخلاص الوطني وأنه موجودة مساحة للتعبير انتزعتها المعارضة بنضالاتها وقدمت لأجلها التضحيات وقدمت كذلك الأجيال السابقة التضحيات، هذا لا ينفي باللي اليوم البلاد فيها حكم فردي استبدادي وفيها تهميش للأحزاب وفيها مسعى إلى معناها يعني تقليص مساحة الحرية في الفضاء العام، وإحنا بتشبثنا بالنضال نحب نحافظوا على المساحة دي ونوسعوها وندعموها ونعتبر اللي الحفاظ على المربع هذا هو لمصلحة تونس قبل ما يكون لمصلحة هذا الحزب أو ذاك، ولمصلحة الشعب التونسي قبل ما يكون لمصلحة جبهة سياسية أو فيها اجتماعية معينة. جبهة الخلاص الوطني معناتها عملت تحرك احتجاجي طبعا للمطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيين. جبهة الخلاص الوطني تقول لك إنه الحريات العامة والفردية في تونس مهددة مضروبة بسبب رئيس الجمهورية قيس سعيد، تقول لك انه مسار رئيس الجمهورية هو مسار استبدادي. شنو رايك؟ بالنسبة لي انا متعدني الراء فيهم شنو الحديث اللي قاعدين يحكوا فيه ناس. اول حاجة الساعة هما يحكوا باسم الشعب، هذه مغالطات فهمتني، ودمغجة بافكار غالطة. هما يحكوا باسم الحزب متاعهم اللي هو مرفوض رافضوا الشعب، وناس قاعدة اللي هما يتظاهروا من اجلها في السجن ماشيين، يعني هما في السجن عندهم أدلة وإثبات قطع فهمتني، هو باش تقع المحاكمات متاعهم فهمت. هما لهنا يحكوا باسم الشعب، هذه تفهم فيها يعني يعني مغالطات يعملوا فيها فهمتني، يحكوا باسمهم هما ما نسمحوا لهمش احنا كشعب. هما يعيطوا على قيس سعيد ديكاج باسم الشعب، الشعب عمره ما خرج وقال ديكاج يا قيس سعيد باهي، وقاعدين يحكوا باسم الشعب والشعب ما يسمح لهمش باش يحكوا باسمه. هذوما ناس مرفوضين رافضهم الشعب، ناس ما رافضهم الشعب، وهما يحكوا على الناس اللي في السجن. الناس اللي في السجن قيس سعيد ما هوش انسان تفهم فيه العالم، ثم عالم قاعدين يشوفوا كذا فهمتني، انسان ما عندوش اثبات يعني قاطع باش يتحاكم عليه بطبيعته باش يتصيب. شنو باش نولوا في عاده الظلم والاستبداد؟ هذه دمغجه بافكار غالطه، يحبوا يدخلوا الشعب معناها في حيط فهمتني، قاعدين يجوعوا في العباد هما فهمتني، يخبوا في المواد الاساسيه على الشعب حكم هما عندهم الفلوس نتاع العشريه السوداء لموها وكذا، يعني يحبوا يشدوا الشعب مصبع اللي يوجع فيه ويدوروه على رئيس الدوله. قاعدين حسب اللي نسمعوا فيه احنا فلوس يهربوا فيها لبرا فهمتني باش يفقروا البلاد. عندهم شركات مافيات باسم الناس اخرى مش مفهومه جمله، حتى كي يشد الحبس ما تعرفوش. هذوما ناس مافيوز في البلاد، هذوما ناس رافضهم الشعب وعندهم دوسيات باش يتحاكموا على حسب الدوسيات، ما ثماش مظلمه. هما يدمغجوا في الشعب افكار غالطه ويحكوا باسم الشعب، ناس قاعدين يتحايلوا الشعب كي ما حشوش بقيس سعيد تو الشعب يخرج له وحده. هذم ناس مرفوضين وما نسمح لهمش باش يحكوا باسمنا احنا. جبهة الخلاص الوطني تواصل تحركاتها الاحتجاجية طبعا للمطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيين. شنو رايك في التحركات هذه؟ هذه تحركات غالطة، وكان جد دولة تفهم روحها ما عادش تخليهم، وهما بيدهم معناها متواطئين كانوا مترسمين وجايين يعملوا في مظاهرة، وتو برك عرضني واحد اقسم بالله قسما بالله مترسم في منوب جايب مرته وولاده وجاي
وهلكوها البليت مترسمين والرئيس ما في بالوش ونحن معاقين يوقفوا فينا ما فهمناش نحن هم يحب الفساد اذا هم فساد هم دمروها الدولة ما هم مترسمين هم التو يخدموا وباش نعمل انا اجتماع وحتى يعملوا لهم لجنة ظاهرين معروفين اللي دخلوا في 2011 تابعينهم تو نحن كيما في من جبهة الخلاص تقول لك انه الحريات في تونس مهدده، الحقوق مهدده، تقول لك مسار رئيس الجمهوريه هو مسار استبدادي، شنو رايك؟ هما يقولوا خاطر هما انه ورزين واللي معاه رزان هو كان استواها من الاول، ما تقعدش تطول بهم انت عامين يولي يجوا ضدك. عامين وثلاث سنين وكل يوم جمله وكل يوم يطلعوا جمله وهم يلوجوا عليها وما خلوها ناتنا ويلوجوا عليها في ساعه يخرجوا لك، اقل حاجه غلطه تعملها يخرجوا لك. تو كيما تو مثلا نحو من جبهة هذوما خربوها ما عادش نحسبوهم هذوما، يعملوا ما يعملوش راهو ما عادش نحسبوهم جمله.